سلمت يداك يا رسول الله. والله والله لقد أعنتموني على غرس 300 فسيلة نخل كشرط من شروط تحريري من عبوديتي، ما خرم منها فسيل واحد. وإنه ببركتك يا رسول الله، والله قد قطعت القفار والبلدان لأتبعك وأؤمن بما أتيت من عند الله. جزاك الله خيرا على المسلمين. يقول لك رسول الله: بارك الله فيك يا سلمان، ونرجو من الله سبحانه أن يكون قدومك خيرا على الإسلام والمسلمين، فأنت سابق الفرس، فأنت سابق الفرس يا سلمان. أنا لا أهل لي في المدينة يا رسول الله، فمن أهلي ولمن أكون؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت، فطوبى لك يا سلمان. والله لقد أكرمتني فوق ما أنتظر، وهل كرامة فوق أن أكون من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عسى أن تنفع المسلمين بعلوم الفرس وعلوم الأقوام التي عشت بين ظهرانيهم في معاشهم وحربهم يا سلمان، فإن لديك علما كثيرا. والله والله لا أبذل دمي في سبيل ديني، فكيف بما تعلمته وعرفته؟ إني أقف حياتي كلها من أجل دين الله وفي سبيل الله. جزاك الله خيرا يا سلمان. جئناكم يا معشر قريش، فأنتم أهل الحرم. أنا حيي بن أخطب سيد بني النضير، وهؤلاء السادة سادة بني النضير وبني وائل من يهود يثرب. أهلا بكم يا معشر يهود في مكة. يجمعنا العداء لمحمد، فقد أخرجكم من دياركم كما عدا على قوافلنا وقتل سادتنا، ولن ينتهي الأمر إلا أن ننتصف منه وننهي أمره. لهذا جئناكم، ولكم في المدينة بنو قريظة وعبد الله بن أبي، وهذا أبو عامر، فهو يعرف أن السلولي يعادي محمدا سرا مثلنا ومثلكم، ولكننا نريد ضربة لمحمد لا تبقي منه أثرا. وكيف هذا يا حيي؟ نعد العدة له وتتهيئون بما تستطيعون، ثم نذهب إلى سادة القبائل فنؤلبهم على محمد وأصحابه ونعطيهم من مالنا الكثير حتى يرضوا. بعدها نسير إليه فلا نعود حتى نقضي عليه. هذا هو الرأي ولا رأي غيره. يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول، وأنتم تعلمون بما أصبحنا عليه من خلاف مع محمد. أسألكم فأجيبوني، أديننا خير أم دينه؟ بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى منه بالحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إن اليهود وكفار قريش يؤلبون قبائل الأعراب لغزو المدينة، وكأنهم فاعلون، إذ يقدمون علينا بجيش جرار، فاستعدوا يا معشر المسلمين بأمر رسول الله. قبح اليهود من جحدة الناكرين، والله لو أمرنا رسول الله بالموت بين يديه لما تأخرنا لحظة. أرسلوا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسادة المهاجرين والأنصار ليحضروا للمشورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأمر رسول الله. ثم خرج أولئك النفر من يهود وعلى رأسهم حيي بن أخطب إلى قبيلة غطفان، وحرضوهم وأطمعوهم بالمال وأرزاق المدينة. فخرجت قريش على رأسها أبو سفيان، وخرجت غطفان بأحياء فزارة ومرة وأشجع، وعلى رأسهم عيينة بن حصن الفزاري، واتجهوا إلى المدينة المنورة لسحق الإسلام والمسلمين. معشر قريش، أقسم باللات والعزة لن نعود حتى نستعصي محمدا وأصحابه. واعلموا أنه لا قرار لكم في هذه الجزيرة ومحمد يجمع الناس حوله، فما أن ينتهي منا حتى يلتفت إليكم ويخضعكم، فلا نبرح حتى نقضي على محمد وعلى أصحابه. هيا. يا أصحاب رسول الله، يقول لكم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إن قريشا قد حزبت عليكم أحزابها وجمعت قبائل العرب وخاصة من غطفان، وعلى رأسهم عيينة بن حصن، فجاءوا بجيش جرار ينوف عن 10,000 بين ماش وفارس، أتوا لإبادتكم، فأشيروا على رسول الله. نقاتلهم فنستشهد وندخل الجنة ويدخلون النار. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمتنع منهم بالمدينة. لو دخلوا علينا المدينة فاحتلوها لقتلوا رجالنا وسبوا نساءنا وهدموا دورنا، فلا يطيب لنا عيش بعد ذلك. بل نخرج إليهم ونقاتلهم قتال المستميت، فإن أظهرنا الله سبحانه عليهم كانت لنا، وإن هزمنا نترك فرصة لفرار من خلفنا بنسائنا وأولادنا. وأنت يا عبد الله ما رأيك؟
أرى يا رسول الله أن تخرج على رأس من تختار إلى جهة الشام أو العراق أو اليمن ونناجزهم حتى لا يصلون إليك. نعم، فإن استشهدنا تبقى للدين والإسلام وهداية عباد الله. جزاكم الله خيرا. سلمان، أما عندك شيء في هذا الأمر؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنا في فارس إذا هاجمنا جيش لا طاقة لنا به خندقنا على أنفسنا، والرأي عندي أن نجعل في مدخل المدينة خندقا نمتنع به ويمنع خيل المشركين من وروجها، ثم نقاتلهم من خلفه. خندق. هذا هو الرأي. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنحفر الخندق، إنه لأمر سيفاجئ قريشا وأحزابها. منذ الغد استنفروا الناس واستعدوا لحفر الخندق، ولا يتخلفن أحد. يا رسول الله، ليكن منا من يراقب بني قريظة، فإنا لا نأمنهم بعد أن كان لبني النضير وبني قينقاع على ظهورنا، وقد علمنا أن سادتهم هم من حرض القبائل وأغراها بنا. بلى، افعلوا، فإننا لا نأمن اليهود بعد الذي جرى منهم، مع أن كعب بن أسد القرظي وادع رسول الله وعاهده على قومه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا معشر المسلمين، يا معشر المهاجرين والأنصار، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لديه فأس أو مكتل أو مسحات أو أداة حفر فليخرج بها إلى ظاهر المدينة لحفر خندق يحول بين المدينة وجيش المشركين وأحزابهم. الله أكبر، الله. يا فارس قريش، اليوم يومك. سيعرف محمد من هو الفارس، لأفجعنهم برجال يبكونهم دما كما بكوا حمزة وابن الربيع. حييت يا عمرو بن ود، هذا يوم لن تنساه العرب. 10,000 لن يعودوا قبل أن يذهبوا بمحمد وأصحابه وبما أتى به. يا معشر المسلمين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بيديه دون كلل، فاقتدوا به. يا معشر الأنصار، يا معشر المسلمين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد منكم حاجة فليستأذن، فإن رسول الله سيعمل طيلة اليوم، فاقتدوا به، تمنعون دينكم ونبيكم. يا معشر المسلمين،